تتوالى الانتقادات. هل هذا اللاعب محترف؟ هل هو مقتنع باهميه هذه اللقب القاري ام انه ياتي لخوض مباراه ينهزم يحزم حقائبه ويعود الى البلد الذي يقطن به؟ لما اللاعب يعني يضمن المستقبل وبالتالي يعني حتى الاسهم ديالو تترتفع انتقاله من فريق الى فريق اكثر سمعه واكثر صوره، اعتقد بانه يبقى الفريق الوطني المغربي بالنسبه له انا اعتبرها يعني كعطله كيأتيو اللاعبون لقضائها وبالتالي ثم يعودوا الى الانديه من اجل العمل. جميله عالميه من هند عسلامي، شويه من فراس، شويه من باموس، شويه من محجوب، شويه من كودربيلا، شويه من ديبومي، شويه من عزيز. شوف المتعه، شوف الاستلام، شوف التحرك، يسدد. الله يا ولد، الله يا يلا برافو، يلا برافو، يلا برافو، برافو.